Hey guys, انا حصلت لي تجربة حلوة جدا وحبيت اشارككم فيها لاني متأكدة ان كل البنات ممكن تستفيد منها، وهي عن العناية بالشعر. طبعا كلنا بنعاني من مشاكل الشعر، سواء من جفاف، تقصف، حرارة، او الكلور اللي بالمية. وانا بالنسبة لي دورت في برودكتس كتير جدا وجربت كل الموجودين في السوق، ودايما لما بلاقي برودكت كويس بلاقيه فيه عيب تاني يخرب الشعر، يعني ما بلاقيش حاجة كاملة، يا اما بلاقي حاجة بتصلح حاجة وبتخرب حاجة، يا اما بلاقي حاجة كلها كيماويات وكلها بتوقع الشعر وليها اثار سلبية وحشة جدا. ومن خلال زيارتي لنزيه بيوتي، لانه عامل سيل ل75%، تعرفت على برودكت جديد اسمه ماكاديميا، مجموعة ماكاديميا. انا جبت المجموعة كاملة اللي هي بيكون شكلها كده. الماكاديميا اويل او الماكاديميا برودكتس ان جنرال هي غنية جدا بالاوميجا 7 و 5 و 3، وفيها فاتي اسيد اللي هي اصلا بتدي لمعان للشعر، بتخلي الشعر حلو وصحي. ده غير ان كمان كل كريماتها وكل الشامبوهات فيها اوميجا 9، وهي بتعيد بنى الشعر. والاهم ان فيها اورجان اويل، الاورجان اويل كمان بيقوي جدا الشعر، يعني ما بيخليهوش يقع، ودي كانت مشكلتي الكبيرة. كمان من مكونات ماكاديميا هي افوكادو وهازلنات اويل، بيعالجوا الشعر جدا من فروة الراس وبيخلوه ما يتأثرش كتير بالعوامل السلبية اللي موجودة في الجو، والاهم انه بيساعد على اعادة تغذية الشعر. طبعا كلنا بيبقى ناقصنا فيتامينز، عشان كده ساعات بنضطر نتجه ان احنا نستخدم حبوب فيتامينز عشان تقوي الشعر او تبعد عنه التقصف وكده. دلوقتي الماكاديميا بيحتوي على فيتامين A, C and E، ودي لانه بيعزز الشعر جدا وبيقويه. والاكثر من كده كمان الماكاديميا فيها كولاجين وما فيهاش المواد الكيميائيه اللي هي بتكسر الشعر، زي مثلا بارابين اللي بيكسر الشعر جدا، وهو ده السبب الرئيسي في ان الشعر بيتقصف وبيتكسر وبيقع. ده غير انه خالي من الكبريت، وده معناه ان احنا ممكن نستخدم ماكاديميا برودكتس كمان بعد الكيراتين، واللي هي بتكون اصلا كولر سيف وبيحمي لون الشعر المصبوغ. وطبعا الاهم بالنسبه لنا كلنا هو ان ريحته is heaven. It's literally to die for. وفعلا النتيجة فورية، من اول استخدام او تاني استخدام على طول بتحسي بالفرق. وانا بنصح كل بنت تستخدمه لانه كله مواد طبيعية وبتلاقي الفرق من اول مرة. It's really a great product for you. وكمان نزيه عامل عليه سيل. Thank you for watching.